السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل الصوبيا على الطريقة المصرية. المكونات سهلة جدا والمشروب ده مغذي جدا جدا، بس يا ريت نحضره في البيت. هنحتاج لنص كوباية من جوز الهند المبشور، معلقة واحدة من الرز المصري، نص لتر من الحليب وفانيليا على حسب الرغبة، وكمان هنحتاج لمية. هنحتاج حوالي للتر ونص من المية. المقادير دي هتديني 2 لتر من الصوبيا. تعالوا نعمل على طول. في حلة وفيها مية سخنة مغلية، هبتدي انقع جوز الهند والرز المصري المغسول ده ونسيبهم منقوعين حوالي ساعة. مهمة جدا خطوة النقع دي علشان اخد كل الطعم اللي هينزل من جوز الهند. بعد كده على النار هبتدي اغلي جوز الهند المنقوع في المية مع الرز. هغليه بقوة، يعني خليه يغلي واغطي عليه لحد ما الرز يستوي تماما. هسيبه يغلي شوية كده، وبعد ما يغلي هسيبه يستريح. انا يعني هشتغل على طول، ولكن كل ما تسيبيه يستريح كل ما بيديكي كمية اكبر. تعالوا نحط الحليب في الخلاط ونحط المية مع الرز والجوز الهند وطبعا الفانيليا، وابتدي اشغل الخلاط. مهمة جدا اللي احنا نقعد نخلط فيه ما يقلش عن دقيقتين في الخلاط. عايزة كل حاجة موجودة في جوز الهند تنزل العصارة بتاعتها، لاني انا مش هستعمل اي منكهات صناعية. بعد كده طبعا هصفيه وده بيكون جاهز. هحليه طبعا، انا النهاردة هحليه بالعسل، مش حابة احليه بالسكر علشان يفضل مشروب صحي. طعمه حلو جدا، منعش جدا. طبعا حطيه بقى في التلاجة وقت الفطار، وتقدري كمان تكيسيه وتحطيه في الفريزر وتطلعيه وقت يعني اللي تكوني عايزة تشربيه، يعني بينفع تفرزيه. اتمنى ان شاء الله الوصفة النهاردة تكون عجبتكم، واشوفكم على خير فيديو تاني، ومع السلامة.